السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على وين المصالح الأمن فتحت تحقيقات في الصفحات التي شتمت وزير الشبيبة والرياضة سيد علي خادي، يعني وين الناس في هذه الايام الاخيره وين قاعدوا يشتموا فيه نورمال طايحين عليه وين شعلنا ام وشعل هو ضرب اصلا هو يشوف احنا ما وصلنالوش باش نقولوا له ودي اللي كان يعاير، بصح اصلا هو يشوف وين مسير وراء هذه الاشخاص على علاقه بصراع الفاف والوزاره، يعني ناس معروفين مجماعة بوعجمي مول الفيرما، يعني قضية الفيرما قرار دولة يتعدى الوزير خالدي. وين نقولوا هما معروفين، حنا نقول لكم وجدوا روحكم برك من صفحاتكم راهي عند الوزير وبالأدلة. حنا قلنا لكم اصبروا وتشوفوا كيفاه يصرى لكم صفحاتكم كلها تحت رقابة الأمن، ونودوها من عندنا غير تعيا وتبان ريحة الكتان. عرفت علاه؟ ما انتوما شكون لي عايرتو وصلتو ناس درتو كلش الصفحات تاعكم. هذاك المراسل تاع الفيفا كاتب عمومي تاع فيفا، كاتب عمومي هو يقصر باللي مراسلك طارق هذاك. كاين بزاف ناس اللي نعرفوهم راهم كاع رانا كيما يقول لك رانا ما كاش مشكل كاع رانا معاكم، رانا كي نسيبوهم نساو واحد نفكروهم حنايا، هذه كي نشوفوكم نسيتو واحد نفكروا الناس اللي كانوا يعايروا في الناس كانوا يعايروا في الوزير يعايروا او تعاير وزير يطبق في القوانين او وزير هذا يطبق في القوانين، نتوما حاقدين عليه. انا على بالي باللي عاد يعيو تقارعوا الليل مع النهار باش يروح، وانا غادي نقول لكم ونعاود لكم هذا الوزير سيد علي خالدي قال راح يا غادي يجي واحد اكثر منه غادي تولوا تقولوا غي سيد علي خالدي ولا هذا، عقلوا عليها مليش راني نقول لكم غادي تولوا تتمناو يعاودوا يردوا سيد علي خالدي ولا هذا، ما غاديش تامنوا رسانكم ما غاديش. خرج عليه كونسيل اللي راه مخليها خدم كلش الوزير، الناس اللي يقول لك وزير فاشل راه غلط، وزير ماهوش فاشل هذا، وزير هذا اللي لوبي اكبر لوبي وهو في كرة القدم، يعني لوبي مدعم منا ومدعم من الخارج. هذا اللوبي هذا تاع في الرياضه الجزائريه، وين الوزير وقف لهم الند للند، اوقف الند للند والو لا رجوع، هذه قال لهم لا رجوع يا نايا انتوما، وقال لهم الى نروح نروحوا كاع اخدم سبحان الله اخدم قضيه تاع اللي عطى في العداله، قضيه بزاف صوالح، وين دار ليجان تاع مراقبه الفساد، وين بالك ما على بالكمش كاين واحد كاين هيئه اللي كونها هو هيئه وهي مكافحه الفساد الاداري في كره القدم. هذا ما تشوفوش انتوما على ذاك شعشابونه تاع الطارف اللي يربح في عنابه ولا ما تشوفوش، كاين امور خلاو كاين شي صوالح هالشافية راك جاي تطيح شابية يدير لهم الطيحة تعديل ندير لها الطيحة طايحين انفرتينو بغيتو تخوفونا بانفرتينو. انفرتينو قال لكم انا ما نجيش عند واحد ما يعرفش يعمر ورقة كاع تاع سكر ما عرفش تعمره كاع تاع اومو كرتون تاع اومو وهذاك الافريكا اللي راكم تاكلين عليه هذا كاين 211 هيئة تابعة للفيفا يتشوف غير في الجزائر ارجع غادي يصرى له ارجع يا سامونغا ولا ماكسيمو ارجع شرا جايك ارجع نكملوا مع هذو هنايا ارجع شرا جايك رانا بالادله والصور وكلش
رجاله ماشي راقده، رجاله خدامه على هذيك. نقول لكم باللي هذ الناس اللي كانوا يعايروا في الوزير راكم عايرتوا هاي السلطه العليا، راكم عايرتوهم، عايرتوا انتم الوزير. انت واحد يقصر عليه منا، واحد يقول لهم بغيت نهضر معاه بالعربيه، بغيت نهضر معاه بالفرنسيه خاطر ما يعرفش يهضر الفرنسيه. هذاك طارق قادري هذاك اللي بنى السكنه تاعو من عند بو عجمي مول الفيرما، هذاك بنى السكنه تاعو من عند بو عجمي مول الفيرما. ها هو اللي جاب له سامونغا، هذاك هو اللي جابه له داس، راهو جابه له هنايا. انت كيفاش واحد يرسلوا له من يرسل من كون ما كاش الماكله؟ تاعي كاينه الماكله، واحد كيفاش ترسل له من يرسل لك من؟ كيفاش الوزير وزاره الشباب والرياضه تخرج قانون من انت تعاكسهم من؟ علاه كاين غير هما؟ كاين تروح من جيت بين زويله وتروح كاين بزاف صوالح. انت كيفاش كاين الجزائر؟ باش تشوفوا وين راهي الوشايه والخيانه. يا انفرتينو قال لكم ما نجيش، انفرتينو راح تفرج بارتيه قاعد مع رئيس اتحاد تاع موريتانيا. قال ما ناش نحقروا الغاشي، بصح حنا الجزائر نورمالمون موريتانيا نورمالمون الجزائر يجي هو الاول هنا عندنا. بعد بصح عاد من يجي ربع سنين شكون اللي جا؟ جا الكاراس القهوه بالطبل والتمر والحليب وتصوروا معاه. هذوك الدراهم اللي خلصهم الكاراس اللي غادي يخلصهم 35 مليار اللي غادي يخلصها الكاراس هذيك. باش نقول لكم كلمه، هذوك تاع التصاوير اللي تصوروا معاه في المطار. انا نقول لكم هو التصاوير اللي تصوروهم نهار اللي جا الكاراس، خلص التصاويره تما شادر الكاراس. جا إليمينا المحليين كاس العالم ايفان تروا إليميني، شادر هو ما خدم والو. قال لهم خلصوني في التصاوير اللي تصورتو معايا، الديبلاسمون اللي جيت خلصوني فيه وخلصوني في التصاوير. خلص في التصاوير وراح. وزيد ماجر وزيد خبايا غادي يخرجوا، خبايا وخد اخرين ملفات. وانا راني نقول لكم ونعاود، ام كاينين صوالح غادي يخرجوا، وهذو الناس اللي في الفيرما كاين كرطاب تاع وثائق خرج من الفيرما، خرج وراهم صار لهم كلمة هابيل، ما راهمش يرقدوا. كرطاب وثائق مهمة وسرية توب سيكري، كرطاب هذاك اللي خرج راهم من بيتهم ما راهمش يرقدوا. هذه باش يكون على بالكم كاين حقيبة خرجت تاع توب سيكري غادي الدقديقه بهذا. انا ما غاديش تقلق، المهم غادي تصيب. انا ما نقول لكم غادي تصيبهم في التلفزيون هادي دور، وانا راني مع بالشيخ، انا ندعم بالشيخ وننتظروا بالشيخ نهار الخميس بالدوشكا. هذه هي الدوشكا برك تهدر، خليها تنبح، خلي لافه ولا تجيب لافه وخليها تنبح. انا نقول جيب لافه وخلي نهار الخميس لا رجوع. زاد شي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائيه تاع الاستثمار اللي راسها يعني باش هكذا، ولكني نبينوا له الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في دير. زاد شي يدي 1000 قطار لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا في دير. زاد شي يدي 1000 قطار يدي 1000 قطار
في الرشايقة في المنطقة اللي تتسمى الرشة وأم الزبوش، الرشة وأم الزبوش. الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل، والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي. هاهم وين يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي برد، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي. فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.